الخبر الاولي عدنا عن انس مروه وصول حسابه بالانستغرام ل 4 مليون متابع، فان شاء الله الف مبروك وعقبال 10 مليون يا رب. ولا تنسون يا حبايب ان تباركونا بالكومنتات. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجاه اليوتيوبر، فاول يوتيوبر اللي عدنا هي نور ستار. فنور ستار نزلت على سبب الانستغرام شويه ستوريات، وبهذه الستوريات راح تحط صوره خشم، قالت من خلال انه جاهزين المقطع اللي حتنزل اليوم لعبة هوايه بي. طبعا المعلومه انه نور ستار طلع حوالي قطع شهر على القناه، فتجهزوا للمقطع. اما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهو محمد جواني، فجواني نزل على سبب الانستغرام شويه ستوريات، واللي اعلن من خلالها انه حينزل المقطع اليوم حيكون خلف الكواليس للكليب اللي نزله خسرتي حالك. راحتكم هذه الستوريات شوفوها. صباح الخير، مساء النور، بعرفكم محصورين بالبيت مثلكم مثلي، بس مهم يا جماعه شايفين هذا الفيديو رح ينزل اليوم بعد 3 ساعات، شغلات صارت ورا الكواليس. اوكي يا جماعه والله العظيم الفيديو كثير بضحك وفيه كثير فضايح حلوه. ومتابعين باريش بالاخص نص يستنوا كواليس اغنيتي صدقتي حالك، ويستنوا في قصه كثير حلوه رح تشوفوها بالكواليس. كونوا جاهزين، فعلوا جاهز بالقناه، بحبكم والله يسعدكم. اذا عندكم اي سؤال اسالوني اياهم. اما اليوتيوبر الثالث اللي عدى في خلي يوتيوب، فخلي يوتيوب نزل هذا المقطع على قناته باليوتيوب، واللي كان داير يبيه على الخاين. وطبعا مثل ما تعرفون انه خلي يوتيوب يكون هو اكثر واحد صاحب الخاين، رابط المقطع بالوصف روح شوفوا. الخبر الثالث اللي عدنا عن فضيحه مايا الجمال وشربها للخمر، انتشر هذا المقطع على سبب التيك توك، وبهذا المقطع كان بيه شخص، هذا الشخص راح احكي لكم قصته بعد شويه. ومثل ما شايفين يا حبايب بهذا الفيديو انه اللي تلاحظون على اليمين كان اكو مشروب محرم، وحتى هم كانوا اساسا بالفيديو سكرانين. اوكي حاليا بالنسبه لمن هو هذا الشخص اللي طالعوا وياها، في حبايب هذا فضيحته راح تنزل باكر بالفيديوهات المال سناب شات اللي زائد 18، راح تنزل لكم باكر الساعه بالثنتين. والله العظيم بس تشوفون هذه الفيديوهات راح تنصدمون صدمه مو طبيعيه، فانتظروا فيديو باكر والله العظيم راح ينزل الفيديو اذا ما طلعوا اعتذروا اليوم. الخبر الرابع اللي عدنا عن عمار وفضيحته لانس وبيسان اسماعيل وام بيسان. عمار نزل هذا المقطع على قناته باليوتيوب، وبهذا المقطع فضح بيه انس وبيسان وشلون لعبوا على شركه حيدر جيتار ونصبوا عليهم. طبعا عمار بهذا المقطع حط كل الدلائل وكل الاثباتات تثبت كلامه، راح احطكم رابط المقطع بالوصف روحوا شوفوه على متتم القصه بالكامل. طبعا عمار بخيل شوي، وصل 30000، خلينا نوصل 300000 عمود نزل المقطع لورا. الخبر الخامس اللي عدنا عن انس واصاله والعمل الخيري، شرحت لكم اياه بهذا المقطع اللي نزلت لكم اياه. طبعا حاليا هم فتحوا البث المباشر راح يتبرعون بيه الاشخاص، ولكن البث المباشر راح يفتح بالضبط الساعه 8. طبعا كل هذه التبرعات راح ياخذوها من البث المباشر، راح تروح للاجئ، واللي حابب يفتهم الفكره بالكامل روح شوف هذا المقطع عم يفتهم فكره البث. بس وصلنا مقطعات من المقطع، جاوبكم تحطوا لايك، تشتركوا بالقناه، تشتركوا في زي ما قلت من القصص، وبس مع السلامه.